قناعتي كانت وما زالت وستبقى راسخة وهي أن التطرف الفكري الذي فشلنا فشلا ذريعا في مواجهته وفي القضاء عليه هو أخطر بكثير من التطرف المسلح من الإرهاب المسلح للأسف الشديد واجهنا وحاربنا الإرهاب المسلح لمدة عشرين سنة وأكثر من 1990 بداية العمل المسلح للمتطرفين الإرهابيين المحسوبين على التيار الإسلاموي إلى غاية اليوم اسف اسمحوا لي عفوا اعتذر شكرا اذا قلت ان الارهاب المسلح الذي واجهناه وحاربناه لمده عشرين سنه من 1990 بداية العمل المسلح للمتطرفين الإرهابيين المحسوبين على التيار الإسلاموي أو ما يسمى بالإسلام السياسي إلى غاية 2000 2001 2002 تقريبا 22 سنة ومثلما قلت وأقول دائما أن أحداث سبتمبر 2001 في أمريكا هي التي غيرت نظرة العالم وغيرت فكرة الغرب لما يسمى بالارهاب، لانه قبل 2001 لم يكن الغرب يؤمن ولم يكن مقتنع ولم يكن يدرك خطوره هذا المتطرفين الارهابيين، بل اكثر من هذا كانوا يدعمون الارهاب. كانوا يدعمون الارهاب بالمال والسلاح وحتى الفتاوي. فتاوي التي كان يصدرها شيوخ الوهابيه بإيعاز من المخابرات الأمريكية وخير دليل الحركات الإرهابية في أفغانستان وفي العراق وفي غيرها اللي هي صنيعة أجهزة مخابرات غربية على رأسها المخابرات الأمريكية إذا هذا الأمر الخطير ما كان ليتوقف لولا أحداث سبتمبر 2001 بعد أحداث سبتمبر 2001 تغيرت نظره العالم واصبح الغرب خاصه امريكا ينظرون للخطر الذي كنا نحذر منه طوال عشرين سنه بل انخرطوا في مسعى الجزائر في محاربه الارهاب واصبحت امريكا والمخابرات الامريكيه تتعاون مع الجزائر و تستفيد من التجربة الجزائرية في محاربة الإرهاب وحدث الذي حدث إلى غاية 2006 2006 الرئيس بوتفليقة رحمه الله ونتيجة ضغط غربي وخليجي قاد ما يسمى بقانون المصالحة اللي هو كان قبله طبعا من أيام الرئيس زروال ربي طول في عمره اللي هو كان قانون الويام المدني وقانون الرحمه لياتي قانون المصالحه الذي للاسف شديد اقول للاسف شديد سوى ما بين الجلاد والضحيه سوى ما بين القاتل والضحيه سوى ما بين الارهابي والضحيه للاسف شديد وانا كنت واضح وصريح وكنت اعلنت وما زلت متشبث بما قلته أنا ضد المصالحة نعم أنا كنت ضد المصالحة الوطنية في 2006 ومن بين أهم الأسباب التي دفعتني لمغادرة الجزائر هو قانون المصالحة لأني كنت نشوف بعيني إرهابيين معروفين في مناطق متيجة في ولاية تيبازا في دواودا في بومرداس في اسمها داموس في قورايا في فوكا في قليعة في في أماكن كثيرة شوفهم يجولون ويصولون بل أكثر من هذا يتملكون عندهم بحاير عندهم مزارع عندهم شقق عندهم فيلات عندهم سيارات فخمة ونعرفوهم كانوا إرهابيين بينما ضحايا الإرهاب من عسكريين ورجال أمن شرطة ودرك وأجهزة أمن مختلفة خرجوا للأسف الشديد بتقاعد لا يكفي حتى يعني تغطية تكاليف يومية لأفراد عائلتهم كنت نشوف بعيني معاناة ومأساة الذين واجهوا الإرهاب المقاومين لباتريوت بالمقابل نشوف بعيني الإرهابيين الذين كانوا يتبج يتبجحون وكانوا يفتخرون بقتل أبرياء كنت نشوفهم يجولون ويصولون في شوارع الجزائر وكأنهم لم يفعلوا شيء إذا كنت وما زلت ضد المساواة أو ضد آه معاملة الإرهابي مثل مثل الضحية فجر اليوم اليوم يسقط ضحية من ضحايا الإرهاب الأعمى عقيد متقاعد في الجيش الوطني الشعبي اللي هو العقيد قرفي حسن رحمه الله برحمته الواسعة يسقط ضحية عمل إرهابي همجي ضحية تصفية حساب ضحية انتقام من شخص محسوب على التائبين ارهابيين تائبين نعم للاسف الشديد ضحيه من افراد الجيش الوطني الشعبي اللي هو عقيد في جهاز الامن نعم عقيد في جهاز المخابرات متقاعد اشتغل في القوات البريه في قياده القوات البريه كمسؤول امن اللي هو قرفي حسن رحمه الله برحمته الواسعة كان في المسجد يصلي صلاة الفجر وإذ به يفاجأ بإرهابي متطرف إرهابي نعم يطعن بسكين داخل المسجد قبل صلاة الفجر داخل المسجد في بيت ربي يدخل واحد ملتحي إرهابي تائب يطعن ويزيد يذبحوا الصور اللي راح نعطيكم تشوفوها والفيديو غني على كل تعليق غني على كل تعليق بالرغم من انني رايح نجازف وننزل لكم هذه الصور اللي ممكن توقف البث المباشر وممكن يعاقبوا هذا الفيديو ولكن نشر الحقيقه ووضعكم في الصوره حتى ما تقولوش اننا نفبركو في قصص ونتهم الناس زورا وبهتانا انا مستعد انني ندفع الثمن من اجل اظهار الحقيقه للشعب الجزائري ومن اجل التاكيد على ما كنا وما زلنا نتخوف منه وهو بقايا الارهاب وهو اخطر بكثير من الارهاب المسلح الا وهو الارهاب الفكري الارهاب الفكري الذي كنا وما زلنا نحاربه منذ سنوات عندما كنا نقول أن هؤلاء المتطرفين من بقايا الجبهة الإسلامية للإنقاذ الجناح المتطرف القتلة لأننا لا نعمم لا نقول كل المناضلين في الجبهة الإسلامية كانوا إرهابيين وقتلة لا كان بعض اللي كانوا مناضلين سياسيين آمنوا باللعبة الديمقراطية وشاركوا في الانتخابات وحدث الذي حدث فانسحبوا واختاروا الدولة. لا أقول النظام أو السلطة، اختاروا الدولة. اختاروا أمن واستقرار الجزائر. اختاروا المصلحة العليا للوطن على المصالح الضيقة لتيار سياسي أو تيار حزبي أو تيار حتى إسلام سياسي. اختاروا الجزائر البيت الكبيرة. نعم. التيار المتطرف التطرف الفكري أخطر بكثير وأعظم بكثير من التطرف والإرهاب المسلح، الذي حاربناه وما زلنا نحاربه وسنظل على هذا الدرب بإذن الله حتى نقضي على آخر متطرف آخر إرهابي سواء إرهاب مسلح أو إرهاب فكري يريد الشر يريد الخراب للجزائر. شوفوا معي هذه الصور التي أعتذر على نشرها ولكن أنا مضطر أنا مضطر لنشر هذه الصور وهذا المقطع من الفيديو شوفوا معي هذه الصور هذه صور القتيل الشهيد رحمه الله قرفي حسن شوفوا ضربوا بالموس شوفوا الصورة الثانية مدجج يعني مسكين في دماء وشوفوا مرمي في الدم تاعه. رحمه الله برحمته الواسعة. شوفوا معايا هذا المقطع من الفيديو اللي هو مقطع خطير وخطير جدا. بدم بارد. بكل هدوء وبكل اريحية هذا المجرم القاتل يطعن الضحية رحمه الله داخل المسجد. داخل المسجد يطعن ويزيد يجري موراه وهو دمه يسيل ويذبحه شوفوا معايا هذا الفيديو لا اله الا الله محمد رسول الله شوفوا, شوفوا شوفوا هذا بو لحية ها شوف ضربه بالموس شوف ضربتين أي 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 شوف مسكين ها يكمل عليه شوف شوف يجري وراه ويكمل شوف 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 دار كيل غول هذا الإرهابي شوف هنا يذبحوا شوف هنا يذبحوا شوفوا يذبحوا يذبحوا, يذبحوا. 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 شوفوا عاودوا شوفوا الفيديو ها وين هذا الإرهابي بو لحية قتال يضربه بالموس كان جالس في المسجد ها شوف بالموس ضربتين يعني قاتله وزيد يتبعوا ويذبحوا شوف يذبحوا اكيد يا ناس آه. يا ناس شفتوا شفتوا التطرف اللي قاعدين نحذروا منه حابين يرجعونا حابين يرجعونا لسنوات الارهاب سنوات القتل شفتوا بعينيكم طعنوا في داخل المسجد في بيت ربي صلي يضربوا بالموس ويزيد يتبعوا طايح ويستنجد ويعيط ويزيد يذبحو ويزيد يذبحو استغفر الله لله محمد رسول الله استغفر الله محمد رسول الله والله مانيش قادر نكمل البث مانيش مش قادر نكمل أني يعني تقدر تتناقش مع ناس كيما هادو كيفاش تقدر تحاور معاهم كيفاش تقدر هؤلاء الارهابيين هؤلاء القتلة هؤلاء المجرمين وافقوا على المصالحة لانهم كانوا في مركز ضعف وشافوا رواحهم انهم منتهين هؤلاء القتلة الارهابيين الذين ابرموا اتفاق المصالحة مع الدولة مع الجيش ومصالح الأمن إمضائهم لقانون المصالحة لم يكن عن قناعة لم يكن عن قناعة أبدا وهذا ما كنت متأكد منه ويوم بعد يوم زين نتأكد منه عمرهم لا وافقوا على قانون المصالحة من قناعة عمرهم بل لأنهم كانوا ضعاف بل لأنهم كانوا. منتهين اذا وافقوا على قانون المصالحه افضل من القضاء عليهم نهائيا ولكن بقات عندهم نيه الغدر والحقد والانتقام وينتظرون الوقت المناسب ينتظرون الفرصه المناسبه للثأر بل للانتقام واول ما تجيهم فرصه ينتقموا اول ما تجيهم فرصه ينتقموا وما كنا ننادي لمحاربتهم في 2019 وهو محاوله القتل والارهابيين العوده من الباب الخلفي تحت غطاء الباديسيه النوفمبريه وتحت غطاء وتحت غطاء الشرعيه محاولة استغلال المجاهد القيد صالح رحمه الله الذي كان يتميز للأسف شديد بالجهل والغباء لأنه جاهل وغبي ولكنه مجاهد استغلوا جهل وغباء وحاولوا يتلاعبوا به ويرجعوا للساحة ويتمسكنوا حتى يتمكنوا يتمسكنوا حتى يتمكنوا وكادوا وكادوا ان يصلوا الى مبتغاهم كادوا ان يحققوا هدفهم كادوا ان يسيطروا على دواليب السلطه من خلال تخوين المجاهدين واتهام الشرفاء الاحرار ابطال العشريه او العشريتين استطاعوا في ظرف قياسي تسع اشهر تسعة أشهر استطاعوا أن يخونوا ويسجنوا ويشردوا وينفوا ما تمكنوا من فعله ولكن الله سبحانه وتعالى كان أعلم وكان أدرى بخبثهم وبمكائدهم وبدسائسهم ووضع حد لمؤامرتهم الله سبحانه وتعالى هو الذي انقذ الجزائر في حتى واحد يكذب عليكم يقول لكم انا ولا غيري ما كانش ربي سبحانه هو الذي وضع حد لهؤلاء القتله لهؤلاء الارهابيين لهؤلاء المتطرفين الذين تمكنوا خلال تسع اشهر من فعل ما لم يفعله المغول ما لم يفعله أي استعمار أي استدمار حل بالجزائر استطاعوا هؤلاء الخونة العملاء يعني العبث بالجزائر بمقومات الأمة أكثر من ما فعله الاستعمار الفرنسي طوال مئة واثنين وثلاثين سنة نعم استطاع هؤلاء الخونة في تسعة أشهر 2019 تسعة أشهر قدروا يديروا ما لم تستطيع فعله لا فرنسا ولا العثمانيين ولا البيزنطيين ولا المغول ولا الهندوس ولا كما يقولك المجوس ولا أي قوم من الأقوام التي احتلت واستعمرت الجزائر نعم لكن ربي سبحانه كان أعلم بخبثهم وأعلم بشرهم ومؤامرتهم وأنقذ الجزائر ووضع حد لهؤلاء القتلة يعني لما تشوف يعني شوف منظر مثل هذا شوف يا ناس شوف لما تشوف هاو داخل المسجد بالموس مباشرة أعوذ بالله مباشرة شوف ضربتين شوف ويتبعوا شوف يجري الموسين مسكين دار كي الغول كي الحلوف شوف حلوف ها آه وين حلوف ويذبح كاينه كاميرا شدّة شوف آه. شوفوا يا شفتو شفتوا